أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة مشاهدينا الكرام من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بأبرز العناوين. من موقع يمن مونيتور: ميليشيا الحوثي في صنعاء تحول مستشفى خاصا بالأمهات إلى مركز لجرح الحرب. ومن عدن تايم: مواطن في لحج يسلم صاروخا مضادا للمدرعات إلى إدارة الأمن. ومن العرب الجديد: صحيفة عربية تتحدث عن أكثر المدن اليمنية صعوبة في العيش، أهلها ينقصهم الكثير. عمدة لندن متحدثا عن طبيب عربي: فخورون بوجودك بيننا. أهلا بكم. في الجزء الثاني من تقرير موقع الموقع بوست حول العلاقة المرة التي جمعت بين المخلوع صالح والشعب اليمني لأكثر من 3 عقود، يقول الموقع إن المخلوع صالح، وبعد أن هيمن على اليمن لعدة سنوات بعد حرب صيف 94، بدأ بالإعداد المبكر لمشروع التوريث عام 1999 من خلال تأسيس قوات عسكرية بمواصفات عائلية وقبلية ومناطقية، أطلق عليها الحرس الجمهوري، ثم أسند مهمة قيادتها لنجله الأكبر أحمد. وحتى تحرير الهدف تم تسليحها وتدريبها بشكل نوعي مقابل تهميش بقية الألوية الجيش وسحب الأسلحة الحديثة والنوعية منها وضمها لأسلحة الحرس الجمهوري. ثم ينتقل التقرير للحديث عن مرحلة حرب صعدة ويقول عنها: افتعل المخلوع صالح الحرب في صعدة بغرض إنهاك قوات في الجيش والتي ينتمي من تسيبوها لمختلف المحافظات، وكان يمد الحوثيين بالأسلحة من مخازن قوات الحرس الجمهوري. ويخلص التقرير إلى نتيجة مفادها أن المخلوع صالح لم يحقق خلال سنوات حكمه الكثيرة أي تنمية اقتصادية أو استقرار سياسي حول البلاد إلى مسرح وحول البلاد عفوا إلى مسرح للمعارك والحروب والأزمات. في موقع يمن مونيتور عن عنوان عن أحد المستشفيات التي كانت تسهم في تخفيف وطأة المرض، وقال الموقع: مستشفى في صنعاء يعلق أو يغلق أبوابه بعد أن خصصه الحوثيون لمعالجة جرحاهم. وقال الموقع أن إدارة مستشفى الشيخ زايد للأمومة والطفولة بصنعاء أعلنت توقفها عن تقديم الخدمات الخاصة بعد أن قامت جماعة الحوثي المسلحة بالسيطرة عليه وتخصيص قسم لمعالجة جرحاهم. وقال المستشفى في بيان حصل يمن مونيتور عليه على أن الهدف الأساسي للمستشفى تم حرفه عن مساره وأصبح يعالج جرح الحرب بدلا من معالجة الأمومة والطفولة. وأفاد البيان بأن المستشفى أطلق نداء استغاثة لوزارة الصحة والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية العاملة في المجال الصحي ورجال المال والأعمال لدعم المستشفى بصورة عاجلة حتى لا يتوقف عن العمل وعن تقديم الخدمة الطبية للأطفال والنساء. وقال أحد الأطباء العاملين في المستشفى في تصريح اليمن مونيتور: سيطرت جماعة الحوثي على المستشفى منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، وقامت بتخصيص ثلاجات الموتى الموجودة في المستشفى للجثث الخاصة بها، ثم حجزت أقساما كاملة للعناية بجرحاها القادمين من جبهات القتال، والمستشفى مختص في المقام الأول للأمومة والطفولة. في المقالات المتصلة بالشأن المحلي، تناول علي الأحمدي الناطق باسم المقاومة الوطنية إبان تحرير عدن الأوضاع الأمنية في المدينة في الوقت الراهن، في مقال نشره موقع عدن بوست تحت عنوان: توحيد الأمن مطلب ملح. ويقول الكاتب: لا يمكن نسيان ما حصل في مدينة عدن في أواخر عام 2015 وبداية 2016 من موجة الاغتيالات والتفجيرات المروعة التي عاشت المدينة بسببها رعبا غير مسبوق، وراح ضحيتها محافظ المحافظة وعدد من القيادات في الأمن والمقاومة وعلماء الدين ورموز اجتماعية. كما لا ينكر إلا جاحد ما حصل من تحسن أمني بفضل ملء الفراغ ونشر النقاط العسكرية في مختلف المناطق من قبل قوات الحزام الأمني وإدارة أمن عدن. ولكن رغم هذا التحسن لم تصل المدينة بعد لحالة الاستقرار الأمني بسبب عدم وجود البناء الأمني الرسمي الذي يجعل من أجهزة الأمن مرتبطة ببعضها،
وتخضع لسلطة الدولة، ولا يوجد تعارض بينها بما يحقق الانسجام الذي ينزع فتيل التوتر، وتسير من خلال توفره عجلة التنمية الخدمية في المدينة بسلاسة. لا تزال مشاهد الأطقم المنتشرة دون هوية واضحة موجودة، كما لا يزال المتجولون بأسلحتهم وبلباس مدني لا تخطئهم العين، بل يمرون بأمان بجوار نقاط التفتيش المنتشرة، وكأنه لا هم للنقاط إلا البحث عن متفجرات فقط. الانقسام السياسي الذي يؤثر على القوات المتواجدة بات حاضرا بقوة، لدرجة منع أجهزة الأمن وزير الصحة ووزيرا آخر من الدخول للميناء، بل ومنع تعليق أي لوحات تشير للحكومة ورعايتها لاستلام الباخرة، ومنع التصوير بوجود علم الدولة المانحة التي قدمت مستشفيين ميدانيين حسب ما أكد لي مسؤول حضر هذا الموقف. السبيل الوحيد لتحقيق المزيد من التقدم في الجانب الخدمي والحفاظ على ما تم هو بوجود انسجام وتوحيد لمختلف القوات المتواجدة، وجعلها تحت قيادة واحدة تستطيع إدارة المشهد الأمني، وتعيد تفعيل مختلف الأجهزة الأمنية بحضور حقيقي للقيادات الأمنية الجنوبية ما قبل عام 94 و2015. فهناك الكثير منهم ممن يستطيعون ترشيد حماس الشباب وإضفاء لمسات تعطي اطمئنانا كالذي لمسته في نقطة دوفس. أهم العناوين التي تصدرت الصفحة الأولى لصحيفة أخبار اليوم: قيادة التحالف في عدن تجري تغييرات في قيادة قوات الحزام وكتائبه، وعنوان السفير اليمني بواشنطن: الحكومة لا تريد القضاء على الحوثيين، وعنوان من أبين: العثور على مجموعة ألغام مزروعة في طريق لودر العين، وعنوان من مأرب أيضا: مقتل عنصر مفترض من تنظيم القاعدة وأمن مأرب يمنع ملثمين من أخذ الجثة. في عناوين موقع المصدر أونلاين: البنك الدولي يطلق مشروعا لدعم المزارعين اليمنيين المتضررين من الحرب، وأعلن البنك الدولي عن مشروع جديد لدعم الأمن الغذائي في اليمن يهدف إلى تحسين سبل كسب الرزق والتغذية لأكثر من 630 ألف يمني بمساعدة صغار المزارعين على استئناف الإنتاج في أشد المناطق تضررا من البلاد. وقال البنك في بيان وصل المصدر أونلاين وصل إلى موقع المصدر أونلاين نسخة منه، أن المشروع الجديد يبلغ تكلفته 36 مليون دولار، ويتم بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو، وستقوم فاو بتنفيذه بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن. ويهدف المشروع بحسب البيان لمساعدة صغار المزارعين على استئناف الإنتاج في المحافظات السبع الأكثر تضررا جراء الصراع في اليمن، من خلال استئناف الأنشطة الزراعية الصغيرة أو الزراعية صغيرة النطاق في بعض من أكثر مناطق البلاد معاناة من انعدام الأمن الغذائي. مزايد من يقول أن المحافظ المفلحي يستطيع أن يعمل من أي مكان بنفس الكفاءة والجدارة التي يمكن أن يظهر بها فيما لو مارس مهامه من مكتبه في المحافظة. هذا الطرح فيه قدر كبير من التزييف للوقائع أو للواقع وذرء الرماد في العيون. كان هذا هو مستهل مقال كتبه غازي المفلحي ونشره موقع صوت الحرية بعنوان سلموا المفلحي مكتبه، وتابع قائلا: أصبح واضحا لكل عين وكل عقل أن عدم تمكين المحافظ من مكتبه هو عمل متعمد يهدف إلى إفشاله وإفشال جهوده في النهوض بعدن من كبوتها وترميم جراحها، خصوصا في جانب الخدمات التي تردت إلى درجة تحولت فيها عدن من واحدة من أهم مدن الشرق الأوسط وأجملها إلى مجرد قرية كبيرة محرومة من أبسط مقومات الحياة العصرية. السؤال الذي يطرحه كل جنوبي الآن على أولئك الذين احتكروا التحدث باسم القضية الجنوبية والسول على مفاتيح المحافظة كما لو كانت من الأملاك الخاصة: ما الذي ستكسبه القضية الجنوبية من وراء الممانعة والامتناع عن تسليم المحافظة لصاحب الحق في الجلوس على كرسي المحافظ فيها، وما الذي تخسره؟ واضح أن الإجابة على السؤال الأول هو أنه لا مكسب يرجى للقضية الجنوبية من وراء هذه الرعونة والحمق. أما الخسارة فهي واضحة وساطعة وسافرة أمام كل عين، وهذه بعض منها: حرمان مدينة عدن من فرصة كبيرة للملمة الجراح وإعادة الوجه المشرق إليها بعد طول حرمان ومعاناة.
افتعال سبب لا داعي له لإحداث شرخ في الصف الجنوبي في وقت نحن في أمس ما نكون فيه إلى توحيد الصف والقوى في مواجهة المخاطر والتحديات. تقديم هدية مجانية لأعداء القضية الجنوبية للعزف على وتر الخلافات السياسية والمناطقية، وهذه يمكن ملاحظة بوادرها وهي تتشكل من خلال ردود الفعل الشعبية المعبر عنها في مواقع التواصل الاجتماعي. الشرعية مدعومة إقليمياً ودولياً، ومحاولة عرقلة قراراتها بتصرفات فجة تظهر قيادات الجنوب كمجموعة من العصبويين المتهورين والحمقى، وهو ما يمكن أن يحرم الجنوبيين من تعاطف الإقليم والعالم ويضع قضيتهم في مهب الريح. ما زال واحداً من أكثر الأخبار غرابة متصدراً لموقع عدن تايم، والذي جاء بعنوان مواطن يسلم صاروخ لو مضاد للمدرعات لإدارة أمن محافظة لحج. وقال الموقع إن مدير عام شرطة محافظة لحج العميد صالح السيد تسلم صاروخ من نوع لو محمول مضاد للمدرعات من المدعي محسن القعيطي أحد وجهاء حي المدينة الخضراء. واعتبر مدير شرطة لحج أن هذه الخطوة تجسد رغبة المواطن في إحلال الأمن والأمان والاستجابة لدعوة محافظ لحج ناصر الخبجي فيما يتعلق بحث المواطنين على تسليم ما لديهم من أسلحة غير مرخصة. وقال مدير الشرطة إن هذه الخطوة تأتي في الاتجاه الصحيح وتسهم في تعزيز الأمن والسكينة وتمثل بادرة جيدة على الجميع الاقتداء بها. ألقى أفراد كتيبة أمن الطرق القبض على عدد من المطلوبين أمنيا و16 مليون ريال يمني كانت في طريقها إلى الانقلابيين. وأكد القاسم السماوي مدير مكتب قائد كتيبة أمن الطرق لسبتمبر نت أن إحدى النقاط المرابطة في المدخل الجنوبي لمأرب ألقت القبض على 4 أشخاص مطلوبين أمنيا. وأضاف تمكنت كتيبة أمن الطرق من ضبط مبلغ 16 مليون ريال كانت في طريقها إلى الانقلابيين من خلال أحد عملائهم من السائقين. وأكد أن كتيبة أمن الطرق وبعد التحقيق مع المضبوطين تم تسليمهم للجهات المختصة في المحافظة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، وسبق لكتيبة أمن الطرق ضبط قرابة 70 مليون ريال يمني خلال عام واحد بالإضافة لعشرات المطلوبين أمنيا. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. مأساة في الحديدة، هكذا تعنون صحيفة العرب الجديد في أحد موضوعاتها عن اليمن. وتقول الصحيفة تبقى يوميات أهالي محافظة الحديدة الأسوأ والأكثر بؤسا بالمقارنة مع مناطق أخرى. سكان الحديدة يعيشون أوضاعا مأساوية جراء ارتفاع درجات الحرارة والانقطاع التام للتيار الكهربائي وانتشار الأوبئة وارتفاع أسعار المواد الغذائية وعدم توفر فرص العمل. ويؤكد مسؤول في فرع وزارة الكهرباء والطاقة في محافظة الحديدة أن وضع سكان الحديدة يختلف عن غيرهم من سكان المحافظات الأخرى، ويقول لموقع العربي الجديد حصلنا على وعد أو وعود كثيرة لكنها تتلاشى، موضحا أن نسبة الفقر كبيرة ما يفاقم معاناة الناس الذين لا يجدون أي بدائل لكهرباء الحكومة كبقية اليمنيين في المحافظات المختلفة. ويضيف جماعة الحوثيين لا يأبهون لمعاناة المواطنين، والحكومة الشرعية لا تهتم إلا بالمحافظات الساحلية الخاضعة لسيطرتها مثل حضرموت وعدن. قالت صحيفة الحياة اللندنية استنادا إلى تصريح المتحدث باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي بخصوص وصول البضائع إلى اليمن أن مسؤولية التحالف تنحصر في إعطاء التصاريح الواردة إليه بشأن دخول السفن إلى الموانئ اليمنية، وأن من ينظم دخولها إلى الأرصفة لتفريغها هي الجهة المسيطرة على الميناء. كما أن تصاريح تحركات القوافل الأممية والإغاثية على الأرض تخضع لموافقة الحكومة الشرعية في الأراضي المحررة وعناصر ميليشيا الحوثي المسلحة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، مضيفا أن التحالف لا يستهدف تحرك القوافل ومنها ناقلات الوقود عند تحركها من الموانئ إلى كل المحافظات اليمنية، ويتم تضمينها وبقوائم عدم الاستهداف اليومية وتحظى بحماية خاصة وفق قواعد الاشتباك.
ولفت المالكي إلى أن التحالف يتابع وجود 7 سفن تحمل الوقود ومصرح لها بالدخول إلى ميناء الحديدة، لكن الميليشيا لم تسمح لها بتفريغ حمولتها حتى الساعة، ما يؤكد سعي الانقلابيين وداعميهم إلى عرقلة وصول المواد الأساسية والضرورية. تابع البروفيسور خليل العناني أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية التصريحات الأخيرة لسفير أبوظبي في واشنطن بشأن علمانية أنظمة الدول الأربع التي تحاصر قطر حاليا، وهو ما دفعه لتقديم صورة عن العلمانية مختلفة عن ما يعرفه الغرب، وجاء في مقال له نشرته صحيفة العربي الجديد. لم يكن حديث السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة مع المذيع المخضرم تشارلي روز، والذي أشار فيه إلى ما أسماها الفوارق الفلسفية بين قطر من جهة ورباعي الحصار بالإضافة إلى الأردن من جهة أخرى، غريبا ولا مستغربا. تتلخص هذه الفوارق الفلسفية بحسب العتيبة الذي تقمص شخصية الباحث الفيلسوف في رؤية العتيبة ومن يقف خلفه لشكل أنظمة الحكم في المنطقة، وهي حسب ما وصفها أنظمة علمانية قوية مستقرة ومزدهرة. ويجد المدقق في كلام العتيبة أنه يروج مفهوما خاصا بالعلمانية ليس له علاقة بالعلمانية الغربية. أولا، علمانية العتيبة كبقية العلمانيات في المنطقة العربية سلطوية تقودها الدولة الباطشة التي تريد احتكار الدين لصالحها وتحريمه على غيرها. وثانيا، هي منزوعة القيم الليبرالية والعقلانية والرشادة التي ميزت ولا تزال العلمانيات الغربية. يريد الرجل علمانية يتم فرضها قمعا، وهي تعني بالنسبة له عدم وجود منافسة سياسية أو وجودها، ولكن شكليا من دون أي معنى أو مضمون حقيقي. وقد كان ملفتا أنه لم يذكر كلمة ديمقراطية في حديثه عن شكل أنظمة الحكم التي يرغب العتيبة في رؤيتها في المنطقة خلال 10 سنوات. وثالثا، هي علمانية تقوم على الخوف والإجبار والترهيب وليس على الحوار والقناعة، وهما يدفع الناس أكثر باتجاه الدين، وذلك على عكس ما تريده الأنظمة السلطوية. ورابعا، هي علمانية تقوم على قمع التيارات الدينية أو تلك التي قد تحمل رؤى مخالفة لتلك التي تطرحها السلطة الحاكمة. وخامسا، هي علمانية غير نابعة من المجتمع وقواه الحية، وإنما مفروضة من أعلى من أجل تأمين عدم التنافس على السلطة باستخدام المرجعية الدينية. قالت صحيفة الشرق الأوسط إن عناصر تنظيم القاعدة في شبوة انسحبوا دون قتال. وأضافت الصحيفة نقلا عن السكان أن قوات يمنية طردت عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي من مدن رئيسية في محافظة شبوة لتعود المحافظة إلى سيطرة الحكومة. أضاف السكان في تقرير نشرته رويترز أن متشددي القاعدة انسحبوا إلى الجبال دون قتال مع تقدم عربات مدرعة تابعة للجيش الحكومي وقوة جديدة تعرف باسم قوة النخبة الشبوانية إلى عتق عاصمة المحافظة ومدن أخرى. وتضيف الشرق الأوسط، استغل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب العمليات العسكرية لتطهير اليمن من ميليشيا الحوثي وصالح لمحاولة توسيع سيطرته ونفوذه في اليمن. وترى الصحيفة أن عملية شبوة تعد المرة الأولى منذ سنوات التي تسيطر فيها القوات الحكومية على جميع مناطق المحافظة التي يوجد فيها أكبر مشروع للغاز في البلاد، وهو محطة للغاز تقود عملياتها شركة توتال وقيمتها 4.5 مليار دولار. موقع البي بي سي تابع قصة أحد اللاجئين السوريين حيث عنونت الشبكة معاناة لاجئ سوري بين 4 دول قبل أن يصبح طبيبا في بريطانيا. وقالت الشبكة، غادر الشاب تريج بريمو بلاده سوريا بعد اندلاع الحرب الأهلية في 2011، ومنذ ذلك الوقت قام بالتنقل في 3 دول، وأقام في 21 منزلا في سبيل تحقيق حلمه. وتقدم الطبيب السوري بطلب لجوء في بريطانيا منذ 4 سنوات، ثم قام بتقديم أوراقه لاستكمال دراسته في جميع كليات الطب في المملكة المتحدة، لكنه رفض في معظمها، وطلبت بعضها منه إعادة الحصول على الشهادة الثانوية قبل التقديم لدراسة الطب، لكن جامعة سانت بورج البريطانية عرضت عليه مقعدا في صفوفها بعد أن أجرت له مقابلة شخصية. وقالت رئيسة كلية الطب بالجامعة توستفين
أجريت مقابلة تيرج بريمو بنفسي ولم أتردد في أن أعرض عليه الانضمام لجامعتنا. تذكر الحماس الذي أظهره تجاه مهنة الطب خلال المقابلة، وأنا فخورة بتخرجه هذا العام. ونشر عمدة لندن صادق خان عبر حسابه الرسمي على تويتر صورة تجمعه ببريمو في حفل التخرج، وعلق عليها قائلا: تهانينا للاجئ السوري بريمو، سكان لندن فخورون بتخرجك طبيبا من مدينتنا. صحيفة الديلي تيليغراف نشرت مجموعة من صور لأجمل 15 بلدا، لكنها بلدان خطرة بالنسبة للسياح، وبين هذه البلدان اليمن، حيث تقول الصحيفة أن الخطورة في اليمن تتمثل في وجود ميليشيا محلية واحتمالات لهجمات إرهابية وجماعات إجرام. نتابع صورا لأفضل المناطق الخطرة. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. دمتم بخير.